صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم. حن موعدكم مع ايت سمارت اليوم معي ميرفت ابيض، واليوم موضوعنا عن السمسم. يعني بلبنان وباكلاتنا في كثير سمسم، وفي طحينه، وفي الطحينه هو زيت السمسم، وبدنا نشوف اذا عنده فوائد. انا بعرف ايه كثير في ناس ما فيهم ياكلوا سمسم كمان، ولكن يلي في ياكل والزعتر بيقولوا كله زعتر تعملوا منيح فصادكم، بس هو السمسم مش الزعتر. بالضبط، ما هيك؟ بالضبط، يلي منيح للدماغ 100%. صباح الخير ميرفت، صباح النور، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. هلا اللي عندنا نحن السمسم مثل ما قلت بالميدل ايست، نحن كثير بكونسيوم، ما في اطيب اصلا، لانه كثير اصلا موجود. يعني هو كبيس، يعني هو موجود باسيا وبافريكا وبساوث امريكا كمان، فنحن هون كثير متعودين مثل ما قلت الزعتر والطحينه عنا هي كثير اساسي، يعني حتى باللبن والحمص بالمتبل. اكزاكتلي، فنحن كثير كومن بالنسبه لنا. شوي يمكن اكثر برات لبنان او برات الريجن بيستعملوه اكثر، يعني انه شيء كثير سبيشل هو الطحينه، وشيء كثير جديد انه يمكن بيستعملوه كديزرتس ليكون هيلثي كمان اكثر. هلا حنشوف كيف فينا نزيده بالدايت. هلا تنعرف شوي انه الساسمي هي بلانت بالاساس بيزرعوها كرمال السيدز، لانه هالسيدز كثير مفيدين. بيجي منه اللون الابيض اللي يمكن نحن متعودين عليه اكثر، في كذا لون بيجي منه، الأسود كمان. والاسود كمان. هلا الاسود طعمته بتكون اقوى، بس فيه اقل زيوت. يعني نحن لما بنحط السمسم اذا بدنا نعمله توستينج او نحطه بالفرن بيصير بيغمق لونه، بتصير طعمته اذا بدك هيدي الفليفر يلي بنعرفها النوتي فليفر. فالبلاك عنده سترونجر تيست، معودين عليهم نحن وصغار، عشان هيك بنحب على الكعك على كل شيء عندنا. اكزاكتلي اكزاكتلي، فلهيك. بس الاسود يمكن عنده انتي اوكسيدنت بروبرتيز، يعني مضاد اكسده البروبرتيز اللي بقلبه اقوى، بس هذا ما بيمنع انه الابيض كمان بضل عنده هدول الفوائد. اوكي، هلا خلينا نحكي شوي بس عن النيوتريشن فاكتس تبعونا، لانه هن سوبر مفيدين، بس كمان فيهم كالوريز، يعني هن بينعدوا. هلا حنشوف كميه الدهون الصحيه اللي بقلبه، بس رغم هيك حتى لانه هو بقلبه كثير من الدهون الصحيه فيه كمان سعرات حراريه عاليه. هلا اذا بدنا ناخذ ال1 تيبل سبون، يعني المعلقه الكبيره، بقلبها تقريبا 9 جرام، يعني هي وزنها 9 جرام، بيكون بقلبها 52 كالوري، وبيكون بقلبها 4.5 جرامز اوف فات. يعني هيدا شوي رقم عالي، بس هدول الدهون هن دهون صحيه، وهن منن دهون مشبعه، هن مونو ان ساتوريتد فات. والاحلى من هيك انه بس هال 1 تيبل سبون بقلبها اراوند 2 جرام من البروتين. هلا طبعا هو البروتين النباتي، بس كمان بقلبها كميه بروتين للفيجنز بيستعملوه كثير. اكزاكتلي، بالكوكيز، يعني بالخبز كمان. هلا كمان بيجي بقلبه 2 جرامز اوف كاربز، بس هدول الكاربز اكثريتهم شو حيكون فايبر. هلا حنشوف قديش هن كمان، يعني رغم حجمهم الصغير بس فوائدهم كثير كبيره، لانه بقلبهم كمان كثير الياف. سو هالشيء هلا حنشوف شو فوائده كمان. هلا رح احكي بس شوي عن الطحينه، لانه كمان كثير بنستعمله، ومثل ما قلت انه هو البيست زيت السمسم. بالضبط، بيطحنوا السمسم وبيطلع لنا الطحينه. سو كمان المعلقه الواحده اللي هي وزنها 15 جرامز من الطحينه بقلبها 90 كالوري. سو كمان الطحينه هو يعد سعرات حراريه نوعا ما عاليه. شو لازم نطلع؟ لازم نطلع على الفوائد اكثر ولا على الكالوريز؟ هلا شوفي، اذا نحن مثلا ليتس سي الفيجنز بيستعملوا كثير زيت بالدايت تبعهم، سو بدنا نكون نوعا ما عم نحسب قديش نحن عم ناخذ. لما بنلاقي انه في شيء هالقد فوائده كبيره، بيسوى انه نحن نكون عم نفوته على الدايت تبعنا رغم سعرات الحراريه العاليه، بس بشكل انه نكون عم نفوته بطريقه صح، باعتدال. بالضبط، مودريشن. يعني انا مش لانه الطحينه كثير منيحه باكلها كل النهار وباكل سمسم بدلو 100%. سو هيدا هو اللي عم جرب اقول، انه الشغله المفيده بتبطل مفيده اذا انا اخذت كثير كثير منها. صح، دبس بالطحينه والدبس كثير طيب. فالطحينه بقلبها 90 كالوري وتقريبا 3 جرام من البروتين و8 جرام من الفات. سو اكثر شيء بقلبها موجود هو الفات، و3.2
كاربوهيدرات. هلا شو البروبرتيز تبع السمسم او شو الخصائص تبعه يلي بيخليه يكون كثير مفيد؟ هو جدا عالي بالكالسيوم وجدا عالي بمضادات الاكسده وبقلبه البي فيتامينز. وليش نحن بنهتم بالاشياء اللي فيها كثير بي فيتامينز ناتشرلي؟ لانه الجسم ما بيخزن الفيتامين بي، سو نحن ضروري نكون عم نفوته من الاكل، يعني بننقي سورسز اللي فيها هي فيتامين بي، لانه هو مش ما بيخزنه الجسم، سو ضروري نكون عم نفوته تقريبا اون ديلي بيسز. وفيه كثير من الفيتامين اي ومن المغنيسيوم، سو هدول كلهم فيتامينز ومينرالز كثير 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 بيروقوا الاعصاب وكثير مهمين، وبالاخص مهمين للهارت هيلث او لصحه القلب. مثل ما بنعرف اذا في عندنا هالقد الفيتامينز، اول شغله ممكن يكون عم بيوطي الضغط، او اذا نحن بناخده اون ديلي بيسز بخفف لنا من الضغط، وهالشيء تلقائيا هو كثير منيح للقلب. ولانه هو عالي بالكالسيوم كمان كثير منيح لصحه العظام، وبقلبه انتي باكتيريال وانتي انفلاماتوري بروبرتيز، سو هول يعني بهالشيء لهالشيء الكثير صغير كثير منيح لنا. سو كمان مش بس هيك، قلنا الفايبر العالي بقلبه، سو لما بيكون في هالقد فايبر، سو شو بيصير عندي انا هون؟ الدايجستيف سيستم بيكون عم بيمشي بطريقه احسن. احسن. طب تناخذ كل هالفوائد قد ايه الكمية اللي لازم ناخدها بالنهار؟ يعني بين الطحينة وبين سمسم، يعني عرفنا قد ايه بالمعلقة والفوايد وهيك، بس تناخد كل هال تنحس فيهم قد ايه لازم ناخد؟ هلا نحن سيرفينج تبع السمسم هي بتكون مع نوتس والسيد، سو نحن بنعتبرها اس فات، سو انا بدي اشوف كم سيرفينج بحق لي من النهار كفات، وبدي احسبهم من قلبهم لحتى اكون عم باخذهم. بس بيسكلي انا اذا بالكالوري كاونتس بالكالوري كاونتس مزبوط، او بالسيرفينج اوف فات، يعني هن تقريبا الون سيرفينج تبعهم حيكون تقريبا شي 1 تيبل سبون او بركي اكثر شوي. سو انا بدي اشوف مثلا ليتس سي تروقت زعتر، وليتس سي اخذت يمكن البان او الخبز عليه سمسم من فوق، او ليتس سي بالكعكه رجعت على الغدا مثلا عم باخذ او كنيفه. ما قلتها احسن ما تقولي، بس خوفتك كلمه بتخافي بطل في فايده هون ابدا. بعرف بس في اطياب ما في اكيد ما في، بس من وقت لوقت طبعا مودريشن، ما فينا نحرم مش كل حالنا. احد اكيد مزبوط. سو كمان ما في يكون انا عم بتروق شيء فيه سمسم كميه عاليه وارجع على الغدا لتسي عم باخذ ستير فراي مثلا بركي منغوليان تشيكن او شيء وزيد عليه السمسم واتعشى كمان بركي خبز بقلبه سمسم، سو هون بطل في فايده بالمره، لانه انا كثير عم باخذ كميه فات عاليه حتى لو هيلثي. يعني برجع بذكر انا كل مره بقول هيدا الشيء، انه الشغله الصحيه لتسي عم باخذ كيلو خس، وانا جسمي بده يبركي 100 جرام، هو خس وكثير منيح وكل شيء، بس جسم بخزنه كفات، اي شيء زياده الجسم بيخزنه كدهن. كل شيء هيلثي بنشوفه هيلثي. امبارح شفت درايد فود فروتس عاملينهم على البخار وما بعرف شو، ما في حاطينهم انه كله هيلثي، قلت لهم هلسي بس فيهم كالوريز، فيهم سكر كمان، فيهم سكر يعني، وحتى لو ما فيهم سكر، يعني انا بفضل اكل فروت مثل ما هي بتاخذي الفيتامينز والمي كمان. الدرايد هولي هلا دارجين عرفتهم المانجو ما بعرف شو الاناناس، بس فيهم كالوريز كتير. يعني كل شيء هلسي مش يعني طبعاً ما فيه كالوريز، سو لازم ناكل سمسم. وكمان بس بدي اقول نقطه صغيره، انه هو كثير هين، انه كثير هين انه نزيده على الدشز، فينا نزيده على السالدز وعلى الاشياء اللي بنطبخها. ممكن لنشوف اذا الشيف كمان ان شاء الله يكون عملنا على ماتس كوكينج. ثانك يو ميرفات، هاف ا بيوتيفول داي. مشاهدينا وقفه وانا برجع بشوفكم مع الشيف توني بانو بيو واتس كوكينج.